هي الفرحة في البيت القبائلي، فرحة الفوز، فرحة الانتصار، فرحة ضمان البقاء بعد مباراتها مع اتحاد الحراش. وبالعودة إلى أجواء اللقاء، شبيبة القبائل في الشوط الأول بذلت قصارى جهدها لفتح باب التسجيل بمحاولات جاءت تباعا، لكن الآلة الدفاعية للحراش زيادة للحارس قارة وقف دون ذلك. في الدقيقة 28 عمل جيد من عبود إلى منطقة العمليات، كرار برأسية كرته تردها الزاوية. 10 دقائق بعد ذلك ثابتة أخرى لفراحي قارة يتألق في ردها، ورياح ضيع برأسية ما لا يضيع. في الدقيقة 35 زيتي يحاول وجها لوجه مع قارة يوزع، لكن الدفاع يبعدها. محاولة الشبيبة توالت أمام تمركز في الدفاع الحراشي. الدقيقة 39 أيضا محاولة مباشرة بن عمارة، لكن قارة دائما يتألق للمحافظة على شبكه. آخر محاولة للشبيبة كانت في الوقت البدل الضائع بين فراحي على طبق لكرار ويضيع هدف محقق لينتهي الشوط بتعادل سلبي. الشوط الثاني دائما عودة الشبيبة كانت بقوة أمام محاولات قليلة لاتحاد الحراش الذي فضل اللاعب في الخلف، ما عدا محاولة بومشرة في الدقيقة 49 إلى بوغاش برأسية كانت بعيدة كل البعد عن الشباك. وكذلك ضاعت ثابتة أيت عمر في الدقيقة 66. شبيبة القبائل من جهتها ظلت تحاول بفرص كانت ستصنع الفارق، إلا أن أشبال كاروف كان عليهم انتظار الدقيقة 80، وإثر توزيعة من زيتي كرار يسجل الهدف معلنا التفوق، والهدف الوحيد في اللقاء. وأي هدف؟ هدف يسمح للشبيبة تأكيد بقائها ضمن المحترف الأول. أنا دوميني الحراش توت لا بارتي، ما سجلناش برك افون لا فان دو لا بارتي، بصح سجلنا اون ميريتي لا فيكتوار اي مانتنون سي لا فيت. باسكو بوركوا لا فيت D'ailleurs, on va y aller à Sidi Belloua, on va y aller à Sidi Mansour, on va donner l'ouada comme on le faisait avant avec Allah et Rahmou, Mansour Abtouche, Omar Belhoussin, El Hadj Oumelia, Abqadr Khalif. On va dire l'ouada parce que Zarbouna Belhain, l'Amhada, l'Amhada, avec l'amour des bossés, ou Nes. Les anciens joueurs de la JSK, au lieu d'encourager, au lieu de venir, au lieu d'aider, amis qui se trouvent le club, واحد قال له الكلوب هذا تاعكم، قال له معليش يهبط. يهبط لا جيسكا تهبط، ما تهبطش لا جيسكا فيك حناشي. حناشي قلت لكم وحلفت وقلت لكم ما تهبطش لا جيسكا، والحمد لله رانا اوجوردي جو بو دير اون راتي 5-6 بيوت. احنا لعبنا معناتها لعبنا بلعب عادي، وانتم كنتوا حاضرين معنا على كل حال، داروا مجهودهم اللاعبين كاع يتيك، ومعناتها ما نتقلقش ونشكر اللاعبين. هذه معناتها اويكلو مدوا حتى معناتها دقيقه 35 باقي قدروا يسجلوا معناتها شبيبة القبائل، معناتها كان ماتش بزاف مزير ومعناتها صعيب. ونشكر ثاني فريق شبيبة القبائل خاطر داروا وراهم ثاني كما يقول لك في المنطقه الخطيره يقدر يلعب كل مجهود، ونشكروا على كل حال، ونشكرهم ثاني على الاستضافه تاعهم اللي قاموا بالاستضافه واستقبلونا ما شاء الله. هو الموسم الصعب المعقد الغامض بالنسبه لشبيبه القبائل انتهى بسلام يونس. كريم، في الماضي شبيبه القبائل تفرح بالبطوله، تفرح بالكاس لما تفوز، فريق اللي عنده تاريخ في كره القدم. اليوم شفنا اللاعبين خاصة في غرفة الملابس لاعبين فرحين بالبقاء. لكن 22 مباراة يونس خارج القواعد، يشاهدون رحيل زميلهم، بداية موسم صعبة، كل هذه المشاكل، كل هذا الضغط، أيضا صعب جدا أنك طالب اللاعبين بأشياء كبيرة. الضغط اللي ما سمحش لشبيبة القبائل اليوم تكون ما بين الفرق اللي تلعب الأدوار الأولى. وعدتنا في الماضي ظروف استثنائية يونس، لا ظروف استثنائية، خاصة الوفاة تاع اللاعب إيبوسي اللي أثر على اللاعبين وعلى المسؤولين وعلى الفريق كامل. والكبار يبقون دوما كبار يونس، والشبيبة حتما ننتظرها في قادم